هذا البرنامج طبعا كان تدريبي لنا للمديرات وللمعلمات. بناخذ دورة تدريبية في نابلس بتتعلق طبعا بالإدارة وبالفنون الإبداعية للأطفال. والبرنامج هذا بتمويل من مؤسسة نكسوس الإيطالية. مثل ما أنتم شايفين اليوم كان في عنا هذا البرنامج اللي هو تطبيق على أرض الواقع من المؤسسة الإيطالية مع مركز مصادر الطفولة. يعني بتعاملوا مع الأطفال، بيلعبوا معهم، بيخوضوا برامج يعني كتير كتير حلوة وشيقة للأطفال، ألعاب زي ما أنتم شايفين بتفعل الأطفال وبتفرغ عن نفسياتهم الداخلية. هذا اليوم نشاط للأطفال يعتبر بالدرجة الأولى هو نشاط ترفيهي، وبجزء فلسفة تربوية أنه الدعم توجه التعلم من خلال اللعب وأهمية اللعب للأطفال والتأثير على شخصياتهم. We work in partner with Arawad Cultural and Theater Center from Aida Camp in Bethlehem. جايين من مركز اسمه الرواد في بيت لحم، نشغل بالشراكة مع مؤسسة إيطالية غير حكومية اسمها نكسس اللي هو بيشتغل معها سيموني. فكرة المشروع إنه إحنا وهاي كمان اشتغل فيها معنا مركز مصادر من في نابلس وجنين. فكرة المشروع إنه نزور أكثر من روضة ونحمل هاي الألعاب اللي إحنا صنعناها يدويا ومن أدوات بسيطة جدا، عملنا لها كإعادة استخدام زي الخشب والحبال. وكانت فكرتنا إنه نجيب هاي الألعاب لنخلي الأولاد الصغار في الروضات يلعبوها. الهدف من إنهم يلعبوا فيها إنهم نخليهم يتحملوا مسؤولية أكثر بحيث إنهم يلعبوا فيها بطريقة حرة بدون أي مرشد وبدون أي قيود. Our games it's that are all games that the children they can use in the free way. إجا عنا أنا عمو بسام عمو سيمو وعمو باسم ولعبنا ألعاب كتيرة وإحنا لعبنا فيها. اليوم كنا نلعب بالألعاب. إجا عنا عمو سيمو اليوم وعمو باسم، جابنا الألعاب وصرنا نلعب.